فضيلة الشيخ يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة، لأن المتزوج نوى مدة معينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد يكون محللا ولا تحل به الزوجة للزوج الأول، فأثرت النية هنا في صحة العقد. فكذلك نية الطلاق إذا عاد إلى بلده. وقال آخرون إن هذا ليس بنية متعة، إن هذا ليس بنكاح متعة، لأن نكاح المتعة يشترط فيه شرط، يشترط فيه شرط أن يطلقها في مدة كذا وكذا، أو أن النكاح مدته كذا وكذا، بخلاف هذه. ولهذا إذا تم في مدة نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ، وهذه ليس مثل، إذ من ممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق. لكن عندي فيه محذور غير هذا، وهو أنه غش للزوجة وأهلها، فإنه ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبة وبقاء لم يزوجوه، أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه، فهي من هذه الناحية محرمة. فالنكاح بنية الطلاق محرم من هذه الناحية لا من حيث كونه نكاح متعة، وعلى هذا فيكون حراما، ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد. بارك الله فيكم.